سمعنا تعب. أنا مليت، عيالك ما يسمعون الكلام، لا يدرسون لا يحفظون، بس يتهاوشون مع بعض. أنا خلاص تعبت، ما فيني حيل، تعبت. خلاص يبا مالك شغل، أنا راح أدبهم، بكسر عليهم الخيزرانة واحد ورا الثاني. لا واللي عافيك تكفى، لا تطقهم، لا تمد ايدك عليهم. مو أنا بأدبهم ليش؟ لازم، أنا مقموتة. تكفى خلنا نطلع نغير جو، أي شيء بس نطلع شوي. خلاص نطلع نغير جو. أنت عشي؟ لا، ونروح السوق بعد. صدق؟ عفو عليك، لا تخليني بعد أزيد وأقول لك نروح السينما فوقهم، بس أنا أقول نأجل السينما يوم الاثنين أحسن. إنزين، نروح نتمشى يعني بالسوق ولا نتسوق؟ ترى في فرق وايد. عايشة، الله يهداك، الحين بتقومون تبدلين ولا هو أنت رايح؟ وين هي هذه؟ ذبحتنا يبا هيك. وين؟ شنو هذا؟ أنا مو قايل لك ما أبي مكياج؟ ميتة أنتِ، قايل لك ما أبي مكياج؟ هو إيش فيك جاسم؟ وجهي تعبان ومتفخ من الحمل، خل أحط شيء على وجهي. إن حطيتي شيء هونت، ماني رايح. يلا خلصي، مسح اللي بوجهك. وتزوجت عشان أفتك من معاذ. أثار إني تزوجت معاذ ثاني. يحب يتحكم بكل شيء خاص فيني. ولا يقبل بنقاش ولا براي ثاني. شوف دحومة وفتوش تبولة وبابا غنوج وعرايس وكباب. ايه ايه شنو انت؟ بابا غنوج وعرايس عازمة فريج، انا وياك بس. عاشيك كنسل الفتوش، فتوش تبولة كلهم سلطة. باقي الاوردر، وباقي الاوردر بس يجيب من الاوردر حمص وكباب وتبوله. يلا يا بوي. لحظة بطلب شيء اشرب عصير. تعال يا معلم، تعال تعال. اف يعني لازم؟ اي لازم. شلون؟ لو سمحت ابي ليمون نعناع. ابدك شيء ثاني؟ لحظة يا بوي، شنو ليمون نعناع يا بوي؟ حوامض مو زين على الجنين، ايش فيك انت؟ حاجيك يا معلمة، بطل ماي صغير فقط لا غير. يلا وتوصى بالطلب. ها كي حال. يلا الكباب سوى زيادة. شان كنسلت الكباب مرة واحدة يعني، ما له داعي أشوف. ليش يبا ليش؟ ليش يبا يا خوش مطعم هذا؟ إيه معلم لو سمحت. شنو؟ والله العظيم أقول كنسل الحمص. باقي الأوردر. باقي الأوردر يبا كنسل الحمص. تذكرت حمصهم مو زين. مرة يهت ولا ميت؟ أقول يمه. هلا حجية. هذا زين حق الملابس الملونة؟ ملابس ملونة إيه هذا زين، بس إذا تبين أحسن منه عندك هذا، أنا أستخدم هذا وايد أحسن. هذا هذا الألوان الملونة تطلع أوكي، هذا مشين طلع هباته، هذا أحسن لك. إذا تبين حق لعبي بعد عندك هذا، هذا وايد زين حق لعبي، بس حق لعبي هذا، حق هدوم ملونة وهذا حق لعبي. يا عليك، وأنت إيش عرفك بهالشغلات؟ بعد حجية تعودنا صرنا خبرة. حط لك إياهم؟ أي ما حط. يعطيك العافيه. الله يعافيك يسلمك. الله يخليك. عفوا يسلمك، خليك طول عمرك. الله يسلمك خليك. الباب عليك غير امك؟ منو؟ ثواني ثواني امه، قاعد ابدل نطري. تبدلتك في البابك من امتى؟ كاني كاني امه كاني عيل نطري. ثواني ثواني امه ثواني. تعال حيرج. عشتوا من امتى شديتك في الباب علشان تبدل؟ امه بعد بدي شلون اخلي الباب مشرع؟ امه قول ايش فيك؟ مبدل ثيابك وين على الله ان شاء الله؟ ايه بطلع شوي. ايه يمه وش فيها؟ اطلع تمشى غير جو. شنو هذا؟ ايه هذا ناظر المدرسه يهنيني يا يمه، يقول لي ما شاء الله عندكم ولد ذكي وشاطر ومؤدب ما في مثله خالد.
عاد قال يعني إذا عندكم ولد ثاني مثله يما عليه يبونه في المدرسة محتاجين طلاب مثل هالنوع، فقلت ما في ولدي خالد ما في منه اثنين بهالدنيا. يما تصدقين أنا عندي سؤال محيرني، الناظر ما عنده شغل غيري كل يوم دازلين رسالة البيت من صجة. أنا بدارك ما تستحي على وجهك ما تهيع ما تستحي، ترى كم مرة دازلي إنذارات الناظر كم مرة، ما عندك إلا إنذار واحد اسمعني طالع وجهي. شوف مريض مكسح ما تقدر تمشي بتروح غصب عن عين إن شاء الله خلاص كافي بس لمتع بداركم. عيست عيست وأنا أقول لكم هند صارت دكتورة، هند صارت دكتورة في الأبحاث ما هذه أنت وأختك سلموا وطلعت من الثانوية ما أبو قلنت عن بدارك أنت وأختك سوت تويه خلاص فتشيت تعب لمتع. حبيبتي أم أهدك وأنا راح أجيب لك شهادة وراح أخليك تفتخرين مو نفس خوالي حد ابتدائي نطريين ما راح. شب 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 بس خوالي اسكت ولا كلمة، ودي أدش هني البيت ألقاك فاتح كتاب ولا فاتح ورقة قاعد تدرس تبقق عيونك مو على سهر. يما حبيبتي من غير دراسة راح يبلد شهادة انت لا تحطي راح خليش تفتخري فيني وتقينا شنو هذا يما نطري كم شغلة عطر على مشط بعطيهم واحد من ربعي يما يكسر الخاطر وفقين انت مين شي بمشي الحين أنا لا ما بشي راح ارجع تدرس. حاضر حاضر راح ارفع راسك يا يما ارفع راسي مالت عليك مالت على حظي. يا وهي تعب تعبت ليتني ما قلت سوق عشا بس. انزين جاسم شوف هذا ايش رايك فيه حلو صح؟ انا اقول عندك وايد منه نفس الموديل وايد عندك. جاسم ايش اسوي؟ هالموديل الوحيد اللي نوقع عليه شايف بطني ايش كبره؟ يا بابا باكر تقومي بالسلامه ايش فيك هذا يصير وسيع عليك؟ سيبين فيه؟ ابي بخاطري باخذه. اه كيفك؟ جاسم ما كان بس بخيل، عيونه بعد زايغة، يلتفت ويخز الحريم حتى لو كنت أنا معه، ما يحترم وجودي أبد. بالله أكو أسوأ من هالشعور. أفا نعم؟ أقول ليش ما صبغت شعرك أصفر؟ أصفر ها؟ اسمه أشقر يا حظي. إيه هذا هو أصفر أشقر نفس الشيء مو حلو علي. وانت ايش دراج؟ صبقي خل اشوفه انا. انا مو عاجبني ما يناسبني مو مقتنع فيه. ها ايش فيك انت ايش فيك خو طلب طلبناه منك صبقي علشاني. قاعد اقول لك مو حلو علي يعني انا مالي راي مثلا؟ انا زوجك وطاعه الزوج واجبه ولا امك وابوك ما علموك؟ لا علموني وربوني احسن تربيه وربوني على انه يكون عندي راي بكل شيء زين ولا مو زين عاد؟ شلون يعني؟ شلون؟ شو اللي طلبناه اللي خلاك شي تنفجرين؟ صبق شعرك بس هذا طلبنا. يعني اذا صبغت شعري اشقر راح تبطل تخوزر بنات خلق الله؟ اه انت تبينا نتهاوش صح؟ كل يوم كانت الخلافات بيني وبين جاسم تزيد اكثر واكثر. انت حمل ويجيب عيال واقول يمكن يتغير لكن ما يتغير ولا شيء. أحس بهاللحظة أني أكرهها أكرهها. عشرين أربعين ستين ثمانين مئة وعشرين أربعين ستين سبعين تفضل أدي فلوسك. بس شنو هذي المية وسبعين أكل هالموبايلات؟ الله دلك أنا عاقبك ده أنت سرهم يا عم الحق لو مش عاقبك بلاش. إيه ما عليه بس وايد يعني زيد خلهم ميتين. لا يا عم الحق ده كذا مسروع لو ما يمشيش معاك على راحتك مقفلها تنك. إيه يلا سلام. سلام. خلود حشوم ما بعنا. اي يا اخي ما نبيع هذا جعس لازم شفنا واحد ياخذهم 200 100 لي و100 لك ولو انك ما تستاهل 100. خلود احنا قلنا النص بالنص. اي النص بالنص بس انت يا اخوي مو قاعد تسوي شيء كل دوس علي انا انت مالك شغل غير انك تراقب. خلود لو مو انا راقب كان انت في السجن احنا. لا حبيبي ليش في السجن ما ينخاف علي انت الحين كلش حاميني اطلع منها اقول. اقول لك هنشوف لنا محل ثاني غير هذا هذا اخي جعس وما يندي. لو دخلنا على صاحبنا احسن. لا حبيبي مو خلنا على صاحبنا وهو مو قاعد يدفع شيء، يعني انت ترضى انا اخذ 100 وتاخذ 70؟ طبعا لا، خلاص شوف لنا واحد يعطينا سعر معقول.
نعم. ألو، السلام عليكم نورة، شلونك، اخبارك؟ بخير الله يسلمك. أمري صدق، بغيت أقول لك ترى فطومة تسأل عنك. ما مداها تزهق منكم ولا أنتوا حقرينها وأنا ما أدري؟ لا حشا والله، إيش دعوة، أنا كل مرة أطلعها معاي، ذيك اليوم بعد وديتها الجمعية ووديتها الألعاب، وحتى أنا مجابلتها بدروسها. بس تعرفين يا نورة، ترى أنا ما أعرف إنجليزي، عاد صهيب هو المتولي هالمهمة، وحتى في الليل أعشيها ونومها وغطيها. زين زين، عاد خلصينا، اختصري. سلامة عمرك، هي والهانة عليك. وأنا مشغولة، خلي أبوها يجاب لها. يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، ما أعتقد في شغل أهم من بنيتك. وأنتي بتعلميني شلون أهتم في بنيتي وأنا وين مخليتها؟ في بيت أبوها. إيه عدل كلامك صح، بس يعني البنية تسأل عنك. وأنا مشغولة، مع السلامة. ما راح تاخذني اليوم صح؟ اليوم امك مشغوله. ما انت تقصين علي صح؟ انا لا يما، صدقيني امك مشغوله. يعني مشغوله ما تقدر تكلمني دقيقه واحده؟ بس يا يما بس، خلاص لا تطقون بعض، اذيتوني. انتوا ليش ما تسمعون الكلام؟ يلا لبسوا بنتاخر على بيت. شو هذا؟ شو هذا؟ تبونا لا 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 لا، ودي عافك، لا تطقهم. بس وانت كله لا تطقهم. بس يلا كل واحد هدومه. يلا يلا يما لا نتاخر. يلا يلا هدومك. يلا يا حبك حق السيوف زورو انت. يلا شيخ شيخ، يلا ناك. يلا بعد اذنك انا ماشيك. ها انت ما انت جاي معي بيت ابوي؟ لا يبا، عندي واحد من ربع عازمني على المزرعه، مسوي لي حمام وباب. ولا جاسم ما يصير كذي، كله يسالون عنك، انت من زمان مو زايرهم. بس عاد بس، ترى عذيتيني انت وعيالك. خلاص راسي عورني. يلا ابي قلاص شاي. خلصي. تصرفات جاسم كانت تخليني أحس بضيجة طول الوقت. هل أنا لاقي حل؟ مو لاقي. ماما مي، يلا أخذ اشرب. أمي شلونك؟ لازم تسلم الساعة تبي. أمي شلونك؟ كانت هند تعاني من فيصل، ريال بس بالاسم، لا يقدر يصرف على بيته ولا يقدر يتحمل أي مسؤولية. تصرفات زوجها خلتها تكون الأم والأب بنفس الوقت. وقررت نجلة انها تتصرف بحياتها،
لأنها تأكدت أن أحلامها طلعت أوهام. أوهام. أوهام للأسف عاشت عليها فترة طويلة. لا تقعديني مع عليها هالو لويتهم عنتهم واحد ما يعرف تغدى بالبيت حنا ونجرى وصيحه ولويه لا حول ولا قوه الا بالله لا ما يخاف يا يمه انت تعرفين اخوك ما يحب صيحه اليال ولا الزعاج انا بشوف هذا الياب عيالش بيسوي هو خليه يركض على مره بالاول الله يهدي ويصلح ان شاء الله شنو يعني ليكون سواها يبا طلقها صاروا اربع حريم طلق اربع حريم هذا ايش فيه كل ما تزوج لوحدة قعد معاها شهرين ولا ثلاثة وطلقها مو حنان زعلت منه وراحت بيت أهلها كم يوم كان يقول خلوها ما بيها ترجع استغفر الله يا رب كل سبب أتفه من الثاني عيدنا منه يا بنيتي بس ماكو فايدة أعطيني مطعم ونجلس خلها حط لايش شنو تبي حبيبي إيش تبي يما أعطيني خلها حط يا حي الله من يانا الله يحييك عمتي يا هلا يا هلا بولادي طلال هلا فيك هلا فيك عمتي طلال يبا ترى صار لك مده ما زرتنا والله مشغول شوي عمي بالجامعه صدق البركه سمعت برقونك بتصير عميد ان شاء الله والله رشحوني عمتي بس للحين ما صار شيء وي بيصير ان شاء الله وين بلقون احسن منك لا ان شاء الله بتاخذها ان شاء الله فيصل هلا عمي شلونك ويا الشغل الجديد ان شاء الله مرتاح والله عمي مضايقيني وايد مضايقيني حاطين بصمه وانا ريال احب النوم ما داوم من الصبح ما اقدر اداوم تقريبا من الشهر يطوفني اسبوعين ثلاثه واقرب خصومات عاد وي انت شهادتك ثانويه عامه يعني راتبك هالقد مسكين عشان قالك لاخر الشهر لا ثانويه عامه وادبي بعد عمتي كفوك مو مهم مو مهم عمتي هند راتبها ما شاء الله يغطي جيره ما تقصر لا اله الا الله الله يزيدها ويبارك ان شاء الله افا مو انت الريال اي عمي عادي ما يمنع الحياه الزوجيه ترى عباره عن مشاركه عمي وان الرجل وزوجته لازم يتشاركون بالحياه هند على طاري معهدكم سمعت عندكم ترقيات ان شاء الله شملتنا الترقيه وشنو برقوك ان شاء الله على البحوث اللي سويتها السنه اللي فاتت تدرين في ناس يتعبون ناس ما عندهم سالفه بس قاعدين من تقصدين حبيبتي بهالكلام تقصد رايلها عاد انا عمتي ان شاء الله ناوي ادور على وظيفه جديده ما فيها بصمه انام الصبح ارتاح اشهر بالليل اخذ راحتي ما شاء الله كبه حلوه ترى اقول طرق شلون شهادتك زين الحمد لله الحمد لله وانت وليده ساقط مادتين والباقي ناجح الحمد لله لا اكذب ساقط كل المواد افا كل المواد انا الاولى على الصف يما بديت الاولى اسكت انت وانت من حاشاك عافية عليك يبا طالع شاطره على امك ايه ليش يبا وش فيهم عيالي يعني ما قلنا شيء يبا انت بعد اهتمي بعيالك درسيهم وان شاء الله بينجحون سلمى مو مقصره لا والله يا عمتي مقصره 24 ساعه مجاب لها التلفزيون ولا تدري عن عيالها لا والله انت مو دكتور وفاهم ليش ما درس عيالك وهي صادجه هم جاب العيالك انت والله مو مقصر يا عمتي قاعد ادرسهم بس ماكو فايده عيالي ما ادري ايش فيهم طالعين اغبيه يلا ماما اكل اكل بس It's our pleasure to welcome you to Old Trafford in Manchester, joined by Andy Townsend at your service. Clive, it's a beautiful. ما شاء الله يما الكيكة تجنن. من وين متعلمتها؟ شنو متعلمتها يما؟ ليكون على بالك أنا مسويتها. الله يعافي الجاهز.
لا حبيبتي تعالي حطيها بالفرن تنفش ولا ما تنفش لا يمه ما لي خلق. والله عمتي الكيكه ما يبي لها شيء. انت بس تنبع الفرن قبل بربع ساعه وتعالي حطي الكيكه. مده 45 دقيقه بس ها عينك على الساعه شيكي عليها بالشوكه شوفي انفشت ولا ما انفشت. هذه الكيكه. خلصنا درس الكيك؟ لا بس ما شاء الله عليك عبد الله شكلك خبره بالكيك. هاي راشد شلون الشغل؟ زحمه والله ماني بلحق على المرضى. اللهم زد وبارك. هوي ما حرام ايش فيك؟ اي والله رفيجتي ساره داقه علي ذاك اليوم تبي تحصل موعد عند راشد بالعياده ما حصلت الا عقب شهرين تخيلي اقرب موعد عقب شهرين. الله عقب شهرين؟ اي والله حتى ماني قادر اخذ اجازه. بس انا توسط لها عند راشد وقرب لها الموعد. صدق على فكره ترى احتمال الصيف هذا ما اقدر اخذ اجازه شوفت عينك عندي مره ولا يوم مو قادر. انا الحمد لله كل سنه عندي اجازه 3 اشهر نخلص من التدريس وعوار الراس والامتحانات نقعد 3 اشهر بالبيت ما عندنا لا شغل ولا مشغله مرتاحين. وهالسنه وين ناويين تسافرون؟ ولا نفس كل سنه تدورون بالخليج بالسياره وتردون مره ثانيه؟ لا حمتي تدرين انا السنه عندي بنيان ما اقدر البنيان ياخذ ابوي بالتالي. زين تعال صدق ليش ما تحاول تزيد دخلك؟ يعني تعطي دروس خصوصيه مثلا. اعطي انا دروس خصوصيه كل يوم حق الهده حق الطلبه الاضعاف. اي زين شي تقدر تكسب مبلغ زين. اي بس انا اخذ ببلاش ما حد يعطيني فلوس. درس خصوصي ببلاش؟ اي عمتي عادي خذ تدريس تدريب مهنه ساميه لازم الواحد يحافظ عليها ما لازم تشبيه الماديات. اي لا شكلكم بتصيفون هالسنه وعشر سنين قدام بالخليج. انا اذنكم انا اعذروني عندي موعد العياده بروح ابدل ثيابي وامشي. حياك الله الله يكون بعونك ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. خانت حيلي ما يرتاح. اي مسكين الله يعينه الله يكون بعونه ان شاء الله. حبيبتي تبين نكهات جديدة حق الكيك؟ يعني أول شيء تعمل حبيبتي فيها شوكليت، بكتب شوكليت مينونة أسويها أظن إلا باقي شيء أحد. إيش فيك؟ إيش فيك؟ أف أف تعففين إيش فيك؟ عسى ما شر. أحمد حالة نجلة هذه ما تعجبني، سفراتها كثرت، ما تخلص، ما صارت. يا هيفا يا حبيبتي، البنية قاعدة تسافر برضانا، مو من ورانا. نسيتي سوالفها قبل؟ جنطة السفر هذه ما تفضى. اليوم تي ترد تذهبها حق باكر، إي ما صارت. أدري أدري يا هيفا يا حبيبتي، سفر هذا في فايدة حق الشركة، قاعدة تتابع شغلنا ومكاتبنا اللي برا. بعدين تعالي يا مرة ترى البنية كبرت وعقلت مو مثل قبل. إي كبرت يا أحمد، كل رفيجاتها تتزوجوا وهي للحين قاعدة في البيت. إيش تبيني أسوي؟ أمشي وأدلل على بنتي مثلا؟ انت تدري نجله كم واحد رفضت للحين؟ انا امس عدتهم يمكن فوق العشر. اي ما هي نصيبها، شو اسوي اقول حق النصيب تعال؟ وشلون تعرف ان نصيبها؟ قول لي، يعني الواحد لما يجي مكتوب عليه يبهته انا النصيب؟ انت شايف بنتك شلون تقعد مع الواحد ضاربه البوز، ما تضحك ما تسولف وتطلع فيه 60 عيب، وبعدين تقول ما ابي. قول لي بنتك هذه ايش تبي؟ استغفر الله العلي العظيم، انت اللي ايش تبين؟ بس ايش تحلطم؟ انا قاعد هني بالصاله بشرب قهوتي وبقرا الجريده، يا تحلطم وين؟ تدري شلوني وين؟ تحلطمي بروحك زين؟ وانا حق منو اشكي يعني؟ منو اللي بيسمعني في هالبيت؟ منو بيشيل هم بنتي معاي؟ مو انت؟ الا شو اخبار جاسم؟ الحمد لله يبا بخير وصحة. من زمان ما مر علينا. يبا معزوم على الغداء عند واحد من ربعه. ايش دعوه يما؟ صار له اكثر من شهرين لا مر علينا ولا سمعنا صوته. حمني يما. نعم. تعال خذ شاي حق خالك. المهم شلونه معاك ومع العيال؟ انا ذاك اليوم وانا اكلمك بالتليفون سمعت حسه يصرخ عليهم. يدي ابوي كله يطقنا ويطق امي بعد. وي لا ما عليكم منا ترى قاعد يخوره. روح حبيبي ودي الشاي حق خالك. هني السوالف حمني الله يهدى. عواشه حلف ان جاسم ما يمد ايده عليك. لا يما ما يمد ايده علي، اصلا هو كله يتغشمر مع اليهال ويقول لهم ابطق امكم، يعني عشان يلتمون حوله ويطقون حياتي، بس يعني على غشمره ماكو شيء يعني. زين يا يما طب انا اقول جاسم طيب ويحبك ومعقول يسوي هالسوات. من غير ما ابوي يتكلم او يقول اي شيء كنت متاكده انه ما صدقني. ما تعودت أكذب عليه، بس الشي كان سر ثقيل، فظلت أحتفظ فيه لنفسي.
صلح صويلح تعالي بابا كمل تحفظ لا تعورون شو الصيحة شو اللوية شو اليهال اللي مركدون بعدين شنو الحين زوارة ساعة كم الحين شنو زوارتكم للفير يلا عن اذنكم انا بمشي وين رايحين وين رايحه قاعده يبا لا يبا بس خلاص لازم امشي مستعجله بودي اليهال البيت يلا عن اذنكم يلا يا عيال يلا حمني صلوح يلا راما جيب سعود وتعالي بسرعه اللي بالك على امك سلمي على ريلك ان شاء الله حبيبتي يلا يلا ديري بالك على يلا شيكم بعد شي قاعد تطالعوني جزاكم الله خير شنو اول مره تشوفوني؟ مو عيب عليك تطرد اختك هالهزه؟ انا طردتها؟ انا بس طالعت ساعتي وقلت خلصت الزواره ما خلصت، اي طلعت خذت عيالها ومشت، بعدين عيالها يا جماعه كلش ما يركضون ازعجونا كل يوم واحد في الاسبوع اختك تزورنا فيه، ما انت متحملها ويا عيالها ساعتين؟ يبا اختي على عيني وراسي تزورنا بالوقت اللي تبي حياها الله البيت بيتها، بس قلت لك عيالها كلش مو قادر استحملهم وانا بعد ماني قادر اتحمل تصرفاتك انت قلبك جسع على اختك دراك يمكن ما هي مرتاحه ببيت ريلها شلون يعني تطردها من بيت ابوها